السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الأوفياء، إليكم أحدث نزال للمقاتل المغربي إلياس النهاشي ضد خصمه الهندي الذي يحمل الجنسية الإسبانية حياة خايزر. هذا النزال كان في بداية هذا الأسبوع. إليكم أهم تفاصيل هذا النزال، لكن لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم دائما كل جديد. نشاهد ماذا حدث في هذا النزال. هذا هو دخول المقاتل المغربي إلياس النهاشي، والذي غاب عن الميادين أو عن الحلبة تقريبا لمدة سنتين. ما شاء الله، هذا هو الدخول يعني للمقاتل المغربي رفقة سعيد البدوي. إلياس النهاشي يعود من جديد للحلبة، أو هذه المرة للأوكتاغون، ليلعب هذا النزال ضد حياة المقاتل الإسباني ذو الأصول الهندية. شوف هذه البداية، هاي كيك قوية من المقاتل المغربي إلياس النهاشي. ما شاء الله، واو، شوف هذه اللقطة، لقطة رائعة صراحة من إلياس. هاي كيك، ما شاء الله، يعني المقاتل المغربي دائما يبدع ويمتع عفوا في جميع نزالاته. برافو برافو إلياس. يعني مقاتل أصبحت لديه خبرة كبيرة جدا في عالم الكيك بوكسين. واو، نهاية الجولة الأولى وهذه هي البداية للجولة الثانية. ممتاز إلياس، ثقة في النفس كبيرة. يلا إلياس، بام، الجولة الثالثة والأخيرة. يعني بهذه الطريقة كما قلت استطاع أن يفوز على خصمه بقرار إجماع القضاة. بهذه الطريقة إذن استطاع إلياس أن يفوز على حياة خايزر المقاتل الهندي والذي يلعب بعلم الإسباني. هذا كل ما لدينا في هذا المقطع. نتمنى ألا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم دائما كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.